البر الوالدين من العبادات إذا على حسب معنى العبادة. أنا أحيانا كلمة العبادة معناها العام، معنى العبادة العام هو العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فبهذا المعنى إذا أدخلتك البر الوالدين ففي العبادة، لكن هناك من ينزل معنى العبادة على العبادات التي يتعبد بها الرب، ينزلها على الصلاة، على الزكاة، على الحج، على أو على الصلاة والصيام والحج. الله أعلم. قل فقه العبادات ويدخل فيها الزكاة.